يعطيكم العافية. نستكمل آخر جزئية كانت موجودة معنا اللي هي fill array with ones or zeros. بس نأكد على موضوع إنه لما نعمل إحنا أو كيف طريقة كتابتها، إحنا بنعمل numby، طبعاً بعمل استدعاء هالnumby فوق بالimport math، نحكي numby dot أو numby dot zeros، أوكي. بعدها في إلها قوسين، يعني هاي القوسين اللي بالأزرق هم functional zeros. الوانز هاي الأقواسها functional ones، هذولا الأقواس داخلها بنحط إحنا الدايمنشن اللي راح ينعبيهم، تمام؟ فاثنين وثلاث أنا هون بدي أعمل، بعمل create array two rows three columns، يعني سطرين في ثلاث أعمدة كلهم راح أعبيهم zeros. يعني لو نيجي بس نرسمهم رسم، هي عبارة عن زي هيك، هاي الأري اللي بالزيروز two rows و 3 columns، اللي بالونز هيك شكلها 3 في 5، هيك شكلها اللي 3 دا اللي 2 دايمنشن اللي هي 3 في 5. فهو عبارة عن function اسمه ones او function اسمه zeros، بيعبي لي كامل الاراي في يا ب 0 يا 1. حكي انا ممكن نعدل عليه، ممكن هون احكي هون ضرب 5 ضرب النمباي دوت ones. فانا اول شي بعبي الاراي زي هيك، بعديها بضرب كل عنصر في 5، لان احنا بنعمل multiply للاراي، فبضرب كل عنصر في 5، كل عنصر بالأري بضربه في 5. كيف هيك بصير عندي شكل الأري، لو جمعت لها برضو بجمع لها كامل عناصر وهكذا. فهذا الـ 1.0. بس النقطة كنا انه ننوح عليها انه انا هيك عملت لها فيل، طبعا ما طبعتها بشكل صحيح. لو بدي اجي اطبعها لما ضربتها في 5، كيف راح اطبعها؟ هاي 2 دايمنشن اري عندي 5 5 صح، بكتب 5 نقطة 5 نقطة 5 نقطة 5 نقطة 1 2 3 4 هاي 5. ليش؟ لانه احنا حكينا الونز والزيروز برضو بيرجعوا شو؟ بيرجعوا فلوت نمبر، فيعني القيمة هي عبارة عن فلوت وليست عبارة عن انتجر. بعدها بنسكر، بعدها بنفتح 2 دايمنشن الثاني، خمسة نقطة خمسة نقطة خمسة نقطة، وهيك نسكر الرو الثاني، وهاي بالنسبة للرو الثالث. فلازم كلهم يكونوا مع نقاط، لأنهم إيش؟ لأنهم float number يعني، أوكي. حتى الزيروز بيكونوا زيروز زيرو point point، تمام؟ يعني الزيروز بيكونوا زي هيك، كم هما؟ اثنين في ثلاث، زيرو نقطة زيرو نقطة زيرو نقطة وزيرو نقطة زيرو نقطة زيرو نقطة، ومسكر تو دايمنشن اري. طبعا ممكن نقدر نحولهم، معلش اذا موجود هون مع التحويل حاط لي اياها. مش موجود تمام، مش موجود مع التحويل، بس يعني احنا ممكن نكتب كالتالي، نكتب numby dot a تساوي numby dot ones، تمام. functional ones فتحنا، اوكي هاي functional ones فتحنا، وحطينا الدايمنشن اللي بدي اياه عبارة عن 2 في 3 نفس قبل شوي، لكن عملت فاصلة وحكيت اللي هي دي تايب خلينا بس نحذف الدي تايب. شو بتساوي عندي؟ بتساوي خلينا نحكي انها انتجر مثلا، نحطها بين دبل او سنجل كوت، خلينا نحكي بين سنجل كوت انت 32، ونسكر السنجل كوت. بديتها مسكر قوس الفانكشن اسمه ونس. انا هون بيعمل عندي كرييت لاري، تمام، الدايمنشن تبعها 2 في 3 ونوعهم كلهم 32. الديفولت لما كنا نشتغل فوق كانوا عبارة عن ايش؟ عبارة عن فلوت. اما هون انا عندي ايش؟ حولتهم لانتجر 32، فطباعتهم بتكون كالتالي.
واحد هيك بكون عندي ايش 2 dimension array filled by ones ونوعهم ايش integer 32. اما كانوا قبل لو ما حطينا هاي الحركة راح يكونوا نقط زيك راح يكونوا نقط لو ما حطينا هاي الحركة اللي هي احنا عملنا تحويل لنوع الداتا تايب الموجود عندي. تمام. طيب هاي هيك بننتهي من موضوع الونز والزيروز. حكينا ممكن نجمع ونضرب فيها ما في عندي مشكلة. في عندي الكوبينج اري بس نشيك كذا في عندنا اشي مهم قبلها ناخذه. فانكشن الرينج اتوقع ما اخذنا عليه اشي او ناسي. خلينا نحكي عن فانكشن الرينج. خلينا نحكي عن فانكشن الرينج اللي هي موجود عندي هون. طيب لما نحكي array لما نحكي a تساوي numby dot arrange والارينج نعطيها قيمة 10. طبعا هذا الفانكشن خلينا قبل ما نحكي 10 بيستقبل عندي او شي عندي start end اوكي فاصل step. فانا بالبداية هنا الاري بدي اعبي فيها فعلى اي طريقة بعبي فيها. في عندي الستارت اللي هو المكان اللي راح ابلش منه يعني انا من وين بدي ابلش اخزن في هذه الاري. فانا بدي ابلش من زيرو مثلا وانتهي في عشرة والستيب عندي اثنين زي هذا المثال الموجود عندي هون بس خلينا اشرح لكم اياه. تمام. فهو راح يعبي لي اياها كالتالي. اول شي راح يبلش من الستارت راح يبلش يخزن فراح هاي عندي الاري زيرو. تمام. بس لحظة اوكي راح يخزن فيها هذه بداية. بس يخزن فيها عفوا بس نستكمل زيرو بعدها الستيب بعدها اثنين راح يقفز اثنين اثنين بعدها اربعة بعدها ستة وبعدها ثمانية. طبعا الانت ما بتدخل اوت اوف رينج. لو زدنا اثنين حتكون عشرة عشرة حتوصل الانت معناته خلاص وقفنا. هاي هي حتكون عندي الاري يعني الاي حتساوي هاي القيم. لما نيجي نطبع الاي كطباعة راح تكون عندي طبعا بدون فواصل اكيد واحد احطها طبعا عندي على شاشه الكونسول زي هيك. ف فانكشن الرينج ات ليست لازم تعطيني 1 اللي هو 1 انبوت ممكن نحكيها او قيمه واحده فقط. طيب في حال ودينا له قيمه او قيمتين لو نحكي البي تساوي نمباي دوت الرينج نفس فانكشن الرينج اللي اخذناه قبله. تمام نفس الوظيفه نفس الشيء لو ودينا له 0 و10 هنا الستيب يعتبرها باي ديفولت كم؟ واحد. الستيب يعتبرها باي ديفولت كم؟ عندي واحد اوكي. فلما نيجي نخزن القيم راح يخزن لي من صفر الى تسعة. فلو نيجي نطبع البي راح يطبع ليها صفر واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ويسكر. طبعا هاي بيعتبر ستيب ايش باي ديفولت شو؟ واحد. طيب لو حكينا سي تساوي نم باي دوت الرينج اوكي وحطينا فيها عشرة فقط هاي الحالة بيعتبر ال في هذه الحالة طبعا هنا خلينا بس نحكي هيك step equal one. في هاي الحالة نحكي زي هيك step equal one و start equal zero فيطلع عندي نفس الناتج اللي قبله شوي صفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة اوكي. هاي الفكرة بالفانكشن الارينج
ونيجي نعمل فيلا فانكشن الرينج. طيب هسه راح ندمج لقدام فانكشن الرينج مع الريشيب، فانكشن الريشيب. فانا اللي كل تعاملي حاليا بفانكشن الرينج بيعطيني وان دايمنشن اري، تمام؟ كل اللي بيتعامل معه بيعطيني وان دايمنشن اري. لكن في حالة بدي 2 dimension array اعملها fill with range function، هون راح يختلف عندي الوظيفة او تختلف، او راح استخدم reshape لحتى اقدر اعبيهم ب 2 dimension array. اوكي راح نوصلها، بس نوصل لفكرة ال reshape. هسه قبل ناخذ اللي هي الكوبي، ناخذ موضوع الكوبي اللي طيب لحظة واحدة. اوكي فانكشن الكوبي او الكوبينج اري، خلينا نحكي مش فانكشن الكوبي، الكوبينج اري. لحتى مثلا انا هون عمل لي فيل للري، خلينا نشوف هون على المثال نشرح فكرة الفانكشن كوبي والنقطتين اللي عندي اياهم هون. هذولا هنشوفها راح يأثروا زي ما كانوا يأثروا عندي بالليست ولا ما راح تذكروا بالليست لما كنا نحطها في نهاية الليست كانت ما تأخذ ريفرنس، كانت ما تأخذ ريفرنس والتعديل ما خلص يوقف. اما هون انا عندي بالارين، شو بالارين نشوف السؤال كالتالي، تمام؟ عرف لي اول اشي الري رينجها 10، فالاي قيمتها كم؟ 10. اذا من 0 الى 9 فيها القيم، تمام؟ برنت اي از اي، فهي طبع لي اياها اي از اي، طبع لي اياها كامله الون دايمنشن الري. بعدين حكى لي بي تساوي اي. هاي الحركه ايش بتعني لي؟ انا عملت كرييت للري وفيها القيم من 0 الى 9، لما احكي بي تساوي اي صارت اول اشي اخذت نسخه من كل عناصرها وصارت ريفرنس عليها، اذا صارت اي وبي، يعني هم نحكي هاي الاري تبعيتهم سيم نيم. يعني اذا بتعدل على بي او على اي الاثنين راح ينعكس عليهم، اوكي الاثنين راح ينعكس عليهم. ليش حكينا؟ لانه الاثنين صاروا ريفرنس على بعض، تمام؟ اوكي طيب عفوا مش ريفرنس، خلينا بس نعدل المعلومة. عفوا الفكرة ان هون انا الـ A اخذت نسخة، تمام؟ الـ A عملت كرييت لـ Array وصار عندي من اوكي. خلينا بس بدي مجال اشرحها، عفوا تخربطنا بفانكشن ثاني. لما عملنا كرييت للاري كان فيها 10 عناصر، ما بعرف هذول كم بس خلينا نشوفهم. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي طيب كان اسمهم ايش بالبداية؟ اسمهم اري. هاي كرييت عملنا للاري اسمها اي، فاول شيء اعطانا لها اسم ايش؟ اي. بعدها لما حكينا طبعا قيمها، بعدها حكينا بي تساوي اي. بهاي اللحظه بي تساوي اي صاروا ريفرنس على بعض، فصار في عندي اسم اخر للاري اسمه ايش؟ بي. طبعا تعديل على هاي او على هاي، بتلاحظوا ان عندي نفس الليست ما قاعده بتتغير الليست، فاي تعديل على احدهما بينعكس على الاخر، تمام؟ طيب بعديها طبعا قيمه البي، نلاحظ هاي قيم البي طبعها نفس الشيء. سي تساوي اي دوت كوبي، ايش يعني هذا السي اي دوت كوبي؟ الاي دوت كوبي هو عمل عندي كرييت لاري اسمها سي، عمل عندي كرييت لاري اسمها سي. خلينا نعملها هاي الاري اللي اسمها سي. هاي الاري اسمها سي، تمام؟
أخذت نسخة من A وليست نسخة، أخذت نسخة. أما لما حكينا B تساوي A هون أخذ reference فصاروا نفسهم ونفس الأري لكن اسمين صار لها. أما C تساوي A.copy هون أخذنا نسخة من الأري. لما نيجي بعدها لما حكينا D تساوي A نقطتين، هاي طبعا ما بتأثر، يعني ما بتأثر زي وظيفتها بالليست. هون على العكس، هون نفس الموضوع بتأخذ منها نسخة، فكأنه صارت عندي هون الري هاي لها اسم كمان، اسم صار دي، فصار لها ثلاث أسماء فعليا. فلو نيجي نلاحظ هون حكينا A0 تساوي 70، غيرنا A0 فيهم كلهم صار 70. فأنت بس حكينا زي هيك، احنا كأنه بنحكي A0 صارت 70. لا خلينا بينها تعديل، صارت 70. ونلاحظ لما طبعنا الـ A، هاي الـ A بعد التعديل تعدل فيها 70، والـ B ما هي ريفرنس عليها، فإذا راح تكون الـ B كم 70 برضه. الـ D برضه حكينا إنها ريفرنس عليها، انطبعت كم 70. أما لاحظوا عندي في طباعة الـ C، في الـ C أخذت هي فقط نسخة، بقيت كم الـ C بقيت؟ بقيت كم بالبداية؟ صفر، ما تغيرت لسبعين. هون حكينا A0، في هذا المثال حكينا A0 تساوي 70، يعني غيرنا أول عنصر حولناه لسبعين. أما هنا في عندي في الأري C بقيت الأري كما هي، صفر لا تسعة ما صار. ليش؟ إن الفانكشن هذا بيأخذ نسخة، أخذنا هاي الأري تبعيت أصلا ما قربت عليها بالمرة، أنا فقط إيش أخذت نسخة و بقيت يعني ما صار عليها التعديل، بقيت كما هي لأنه التعديل صار على الأري اللي فوق. تمام؟ هاي بالنسبة لفانكشن الكوبي، بس مطلوب منا نعرف هاي الوظيفة فيه. اوكي طيب، zeros or ones هاي نرجع هون نأكد عليها. شوفوا zeros or ones عمل create للzeros وحدد الداتا تايب خلاها يونت 8. لاحظوا بالطباعة ما في عندي نقاط، ما في عندي نقطة. اما لو ترجعوا لهون هاي نشوفوا بالones صار في عندي ايش نقاط، بالعشرة نقاط. تمام، اصلا هون بعدين تايب حول التايب تبعها، حوله لهون الواي تايب حوله ده لا يونت 8. نلاحظ انه بيطبع عندي كم 10 بدون نقاط، وهون نفس الشيء. طيب في عندي الاكسس اليمنت، هسه بدنا نتعرف على 2 دايمنشن اري بالاكسس اليمنت على هذا المثال ونشوف ايش قصده فيها. تمام طيب، لو نيجي نعمل كرييت لاري، هاي نحكي A تساوي نم باي دوت اري، نحكي انها عبارة عن 2 dimension array. dimension الاول فيه عبارة عن 1 2 3 4، سكر فاصلة اربعة خمسة ستة سبعة سكر سكر ونقص. لو نيجي نطبعها راح يطبع عندي كالتالي 1 2 3 4 خمسة ستة سبعة ثمانية. تمام طيب، أنا بدي أوصل لعنصر معين، بدي أغير لعنصر معين، كيف بدنا نوصل لعنصر معين من هاي التو دايمنشن أري؟ تمام، اللي هو على طريق الايش الاندكس الخاص فيها. فانا بدي احدد الاندكس الخاص فيه اللي بدي اغيره. تمام، بدي احدد الاندكس، وهون راح يفرق عندي كيف طريقه الطباعه، هسه راح نكتشفهم هذولا كيف طريقه الطباعه. طيب لو نيجي نحكي، لو نحكي ايه كم بدي انا اوصل، بدي اوصل للرقم 5. لا الرقم 5 خلينا نوصل. 5 هو عباره عن ايش؟ هاي 0 هاي 1 لا خلونا بدون زي اسهم، نحط الاندكس على طول. عندك 0 1 0 1 2 3 هاي الاندكس. الاندكس للخمس هو عبارة عن 1 فاصلة اللي هو الروز 1 وكولوم 0. فبهذه الحالة احنا قدرنا نوصل لهذا العنصر لو التعديل عليه يصير 12. لو نيجي نطبع الأري، الأري راح تكون كالتالي 12 6 7 8.
تمام؟ احنا قدرنا نوصل لعنصر. طيب هيك عنصر معين غيرناه وقدرنا نوصل له. طيب في كمان طباعة دائما احنا لما نطبع لما نحكي برينت للبي بيطبع لي كامل الري. طب انا بدي اطبع منها سطر معين، انا بدي اوصل لطباعة سطر معين، ما بدي اطبع كامل الري. نحكي بنحدد السطر بدك تطبع، فبنيجي نحكي برينت، تمام؟ اللي هي سب الواحد. بهذه الحالة راح يطبع عندي ايش اللي هو الون دايمنشن اللي تحت، الدايمنشن اللي تحت اللي هو هذا، طبعا بعد التعديل ما ننسى احنا عدلناه، فراح يطبع عندي 12 6 7 8. اوكي هيك احنا قدرنا نطبع جزء من الاري، تمام؟ او زي ما بيحكوها سطر معين. لو نيجي نحكي print سب الواحد سب الثلاث، هون بنشوف ايه سب الواحد اللي هو هون، هاي هذا السطر. سب الثلاث 0 1 2 3، اذا كم راح يطبع عندي؟ الناتج راح يكون 10 6 كونسول، كم عندي؟ 8. اوكي نيجي نشوف على المثال الموجود عندي هون، عبالي زيروز، عبالي array زيروز السايز تبعها 3 × 4، يعني كالتالي خلينا نرسمها. زيروز والداتا تايب تبعها 8، اذا راح يكون اصفار عادية 0 1 2 3، هون 4. طيب بعدها لما طبع نلاحظ عندي بالطباعة طبع الزيروس، بعدين حكى لي الزيروس بي سب زيرو سب الون، هاي سب زيرو، هذا الاندكس هنا 0 1 2، هون عندي 0 1 2 3، بحكي لي بي سب زيرو سب الون، هاي سب زيرو، اذا سطر اول سب الون، اذا هاي القيمة، بقول لي عدلها، كم بعدلها؟ خليها 1، اذا هاي القيمة راح نعدلها، راح تصير قيمتها كم؟ 1. بعدها بتحكي لي بي سب الون اللي هو السطر الثاني سب الزيرو اللي هي القيمة هاي، تمام؟ ايش عدلها؟ خلي ليها 2، هاي القيمة نحذفها وحول ليها ل 2. بعدها طبعنا البي، احنا هاي اول طباعة على البي عشان ما تنسوا، اللي هي طباعة هون، هون الطباعة الثانية صارت هون، فطبعنا 0 1، هاي بعد التعديل 0 0، بعدين 2 0 0 0 0. طيب بعديها بالهون بحكي لي بي سب الواحد، فبدي يطبع لي اللي هو السطر الثاني اللي هو هذا السطر اللي ببلش الاندكس تبعه في 1، فطبع لي 2 0 0 0. اجت ما بدي احدد سطر، انا بدي احدد اندكس معين، بي سب الون سب الزيرو سب الون اللي هو هذا اللي هون، سب الزيرو اللي هو هذا العنصر، اللي هو طلعت القيمة عندي كم؟ 2. فهاي لما نعمل اكسس للإليمنت، تمام، في ال في التو دايمنشن اري. طيب في السلايسنج اري، وبعديتها بناخذ الريشيب، بعديها بناخذ على موضوع السلايسنج ورك. طيب السلايسنج اري لما نيجي من نطبع من رقم معين من اندكس معين لاندكس معين، عبالي الرينج من 0 ل من الرينج يعني من 0 ل 9، فعندي القيم من 0 ل 9، طبعا هاي مش طباعة ما راح يطلع زي هيك، هاي بس بقولك شو القيم. عمل سلايسنج من 1 ل 4، هون 0 و1 من هون، 1 2 3، الرابع ما بيدخل، اذا هاي القيمة راح نطبعها، ففعليا طبعا عندي 1 2 3، من 3 الى 7، هاي من 3 الى 7، ولوين؟ لعند هون، فطبع 3 4 5 6، من 0 ل 8 وعندي ستيب 2، هاي خلينا نفهمها. طيب خلينا نكتبها على array، احنا نصنعها احسن، لانه نحكي array تساوي numby dot array ونعبي فيها 1 7 9 12
14 17 4 3. اوكي، ونيجينا نطبع. لما اجينا عند الطباعة طبعنا، حكينا print لل ARR من الواحد الى الخمسة، خلينا نحكي او print. ايش في عندي كمان؟ معطيكم فانكشنات هاي الطباعة العكسية، معطيكم اياها. حلو. طيب خلينا نحط لك اياها. كم واحد عندي؟ 0 1 2 3 4 5 6 7. نقطة ضعف. طيب خلينا نشوف شو نواتجهم هاي اللي كتبناهم كاملين. بالاول بيحكي لي اطبع لي من الواحد الى الخمسة، بلش اطبع لي من الاندكس واحد الى الاندكس خمسة. خلينا نشوف الاندكس عندي 0 1 2 3 4 5 6 7. بيحكي لي اطبع من الواحد الى الخمسة. من هون ببلش اندكس واحد، هاي الاندكس واحد من هون للاندكس خمسة هون، بس اندكس خمسة ما بيدخل. اذا راح نطبع، الناتج راح يكون عندي 7 9 12 14 وراح يسكر. طيب بيحكي لي اطبع من هاي الإشارة، هاي بتعني لي عكسي، بلش عكسي من الاندكس سالب واحد، بلش عكسي. تمام، بلش عكسي من الاندكس سالب واحد إلى النهاية. طيب بس ثواني. هاي بتحكي لي بلش من العكسي وارجع عندي الى النهاية. جربوها لما تحكوا سالب 2، شوف شو الناتج عندكم. راح يطلع عندكم ستيب وليس طباعة. بس خلينا نطبع هسه اللي هون، فراح يطبع عندي عكسي 3 4 17 14 12 9 7 1. هاي راح يكون عندنا ستيب وليس، راح يطبعها من العكس، يمشي من العكس من 2 الى 7، هاي نقطتين. من اندكس 2، هاي اندكس 2 لان اندكس 7 لنهاية الاري يعني ما بيدخل، فبنبلش من 9. ف 9 12 14 17 4 والاخير ما بيدخل. طيب بيحكي لي من 0 الى 6، 1 7 9 12 14 17. وبنغلق من 1 الى 7 3. ايش يعني؟ بنبلش من اندكس واحد، تمام، والستيب مقدارها كم؟ 3، يعني بناخذ الواحد بعديها بنط كم؟ بنط 3. 1 2 بناخذ الثالث اللي هو 14، بعدها بنقفز 3. 1 2 بناخذ الثالث، بس الثالث مش ضمن الفترة، الثالث مش ضمن الفترة لأنه نهاية الري. إذا راح نطبع فقط 1 و14. تمام، هاي عبارة عن ستيب، يعني لو خليناها من 0 ARR من 0 ل 7 وخليها امشي 2، شو بكون عندي الناتج؟ بكون عندي الناتج كالتالي، من 0 نطبع 1
هي عفوا هي سبعة وليست واحد. فاحنا بنطبع واحد بعدها الستيب اثنين، يعني واحد اثنين نطبع التسعة، سبعة تسعة، بعد التسعة بنأخذ الأربعتاش، بعد الأربعتاش بنأخذ خذنا الواحد تسعة أربعتاش نأخذ الأربعة. بعد راح نعمل ستيب لاثنين بس راح نلاقينا تجاوزنا الأري، فبنوقف عندها واحد تسعة أربعتاش أربعة. فهي عبارة فقط عن إيش؟ عن ستيبات هاي مسير نمشي فيها. تمام، هاي السلايسنج للأري. طيب هذا فانكشن الريشيب. الريشيب طب قبل فانكشن الريشيب خلينا ناخذ السلايسنج هذا، بعديها ناخذ الريشيب مع البرودكاستنج. طيب بالنسبه للريشيب الموجود او السلايسنج عفوا، هون السلايسنج الموجود عندي هون شوي ركزوا فيه، مش صعب الموضوع وبسيط ان شاء الله. بيحكي لي عندي هاي الاري طولها 6 في 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 أربعة خمسة ستة، إذا طولها ستة في ستة. تمام، طيب بحكي لي اطبع لي هاي في البداية، من الصفر صفر أسطر وثلاثة أعمدة، يعني ثلاثة عند الأعمدة هاي بلشنا عندك صفر واحد اثنين ثلاث، بلش من هون يعطاني نقطة البداية هاي. لوين بدك يعني انطلق؟ الى الاندكس خمسة. طيب الاندكس خمسة بس خليني ارقمهم قبل كل شيء عشان نعرف نتبعهم، صفر واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة، صفر واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة. هو اعطاني بالبداية نقطة البداية عندي اللي هي هايها من صفر بوينت خمسة 0.3، فالسطر الأول والعمود الثالث اللي هو عندي رقم ثلاث، هذا الرقم. أوكي مش عارف، خلونا نتعامل مع هيك. من هون احنا بلشنا، بيحكي لي امشي للإندكس خمسة، الإندكس خمسة ما بيدخل، فراح نظلنا ماشيين زي هيك، راح نأخذ هاي العنصرين، بعدها راح نوصل خمسة، خمسة ما بيدخل. إذا ناتج طباعة من هاي الاستدعاء راح ينتج عندي طباعة ثلاثة وأربعة. أوكي طيب بيحكي لي هون من الأربعة لكامل الأعمدة، هاي بالتو دايمنشن أري، عشان هيك خلونا هذا المثال جيد بتفهموا عليه كامل السلايسنج. تمام، بيحكي لي من الأربع نقطتين، إيش يعني الأربع نقطتين؟ يعني بيحكي لي بتروح عندي على العمود عفوا عند السطر الرابع وخذ كل الأسطر اللي بعده. فأنا فعليا أنا راح أخذ هاي الأسطر من أربعة لنهاية الأري، هاي الأسطر راح أخذها. تمام، هاي الأسطر كلها راح أخذها. طيب بس لسه إحنا قاعدين بنحصر أول بأول. تمام أوكي، بعدها شو بيحكي لي؟ امشي من هاي بالبداية عفوا، خلونا نشوفها من هون. هاي بالبداية حكت لي بنخذ من السطر الرابع لنهاية الأسطر، فاصلة عمل، إذا هون راح يحدد لي أعمدة هسه بعد الفاصلة هاي، حكى لي من العمود الرابع خذ لنهاية الأعمدة، إذا راح يصير في عندي فترة تقاطع هسه، فترة التقاطع من العمود الرابع اللي هو هذا العمود، لونا في لون ثاني، راح نبلش من عند هذا العمود لنهاية الأعمدة، لنهاية الأعمدة. شو فترة التقاطع ما بين الفترتين اللي أنا رسمتهم؟ نلاحظ فترة التقاطع اللي هي هذا المربع، هذا المربع اللي هو فترة التقاطع. فلو نيجي نطبعها راح يطلع عندي الناتج، هو عبارة عن 2 dimension array 44 و 45، والدايمنشن الثاني عبارة عن 54 و55. تمام، هاي راح يكون عندي ناتج طباعة هاي السلايسنج للأري. تمام، احنا راح نحذف كل اشي هون. اوكي، فالجزئية اللي ظلت معنا اللي هي جزئية فقط اللي فوق، هاي الجزئية المظللة اللي ظلت هي اللي أخذناها. أوكي، هاي في الخيار الثاني. تمام، طيب
في السؤال اللي بعده حكى لي خذ كل الأعمدة هاي، خذ كل كل الأسطر عفوا، أنا ما بحكي أعمدة، خذ كل الأسطر لكن خذ الأعمدة بلش من العمود الثاني. إذا لكن خذ فقط العمود الثاني، عفوا خذ فقط العمود الثاني. إذا هاي الأعمدة كلها ما أخذها معي، لكن أنا إيش بدي أخذ؟ بدي أخذ فقط العمود الثاني اللي هو هذا العمود المظلل الكامل. فلو نيجي نلاحظ على طباعته راح ينتج عندي الطباعة 2 12 22 32 42 و 52، راح يطبع لي اياها. تمام. طب هسه الستيب اللي اخذناهم قبل شوي هون راح يختلفوا عندي شويه. عفوا. تمام. نلاحظ ايش بيحكي لي. بيحكي لي هاي بالبدايه راح نتعامل معها ايش يعني. هاي بدايه هاي هي اللي بتمثل اسطر وهاي بتمثل الاعمده. فبيحكي لي بلش من السطر الثاني والستيب تبعيتها خلي لي اياها 2. راح نبلش من السطر الثاني، هاي السطر الثاني والستيب تبعيت 2، يعني راح يكون هاي الستيب ناخذ الشاذ ناخذ اللي بعديته اللي هو عند ال 40، بنبلش 20 و40 نيجي نكمل ما بناخذ ال 50 ناخذ اللي بعده. بس في بعده؟ لا ما في بعده. اذا انا السطرين راح يكونوا معي حاليا بهاي المرحله من السؤال اللي هو عندي هذا السطر وهذا السطر المذلل المظلل بالاخضر. تمام. هاي السطرين راح يكونوا معي فيها من فتره فقط من اول جزئيه من السؤال. بعدها بيحكي لي خذ كل الاعمده لحد 2، خذ كل الاعمده لحد 2. تمام. او عفوا خذ الاعمده كامله. لا عفوا عفوا خليني بس نترجمها صحيح. هاي بتحكي لي خذ كل الأعمدة، تذكروا حكينا زي هيك، هتاخذ خذ كل الأعمدة وبلاش من السالب واحد، حكيت لكم لو تخلوها نقطتين سالب اثنين حكيت لكم راح تصير ستيب، قلت لكم جربوها فجربوها الرينج قبل شوي الفانكشن قبل شوي. هون بتحكي لي هاي ستيب، هاي بتقول لي خذ كل الأعمدة وخلي الستيب 2، يعني حنبلش من العمود الأول. خلينا بس نحذف. حلو. طيب خذ كل الأعمدة يعني هذا العمود الأول، خلي عندي الستيب تبعتك 2، هاي العمود هاي الستيب الثانية هاي الستيب الثالثة. نيجي نكمل ما في عندي هنا تكمل فخلص، فبنكتفي بهاي الأسطر وهي الأعمدة. شو التقاطع عندي ما بين السطر وما بين العمود؟ شو التقاطع الموجود عندي؟ لاحظ عندي التقاطع هون، هاي التقاطع عندي، هاي التقاطع ما بين الأعمدة وما بين الأسطر اللي صارت عندي حاليا. تمام. فنلاحظ انه هاي القيمة الموجودة عندي، انا مش عارف مالها اختفت هيك. اوكي حلوين. فالقيم اللي عندي انا صارت اللي هي 20 22 و24. ليش؟ ان احنا اخذنا هاي العمود، لما اخذنا منه فقط اخذنا هذا العمود كامل عفوا، واخذنا هذا العمود كامل بعد اخذنا الاسطر سطر هذا السطر كامل هذا السطر كامل، بعد اخذنا العمود هذا كامل. فانا ايش فتره التقاطع عندي؟ كانت ال 20 وال 40 بهذا العمود. اذا اخذنا العمود اللي بعده كانت فتره التقاطع عندي 22 و42، وفتره التقاطع الاخيره كانت عندي 24 و44. اذا راح يكون ناتج الطباعه 2 دايمنشن اري راح نطبع فيه 20 22 و24، بعدين راح يكون عندي عباره عن 40 42 و44. هذا العمود الثاني، هاي في حال عملنا له طباعة. هاي الستايزنج، سؤال الستايزنج هذا جدا مهم، بيعطينا الفترات وبفهمنا الفترات والقفزات ومن وين بلش ومن وين ننتهي بشكل جدا مهم.